أهلا وسهلا بكم جميعا في عند اتحاد رعاية الأيتام في الورشة التفاعلية، وهي مسؤوليات المنظمات المانحة التحول من الكفالة إلى التمكين. ومعنا الأخت معالي العسعوسي، وبالتالي ستحدثنا عن تجربتها في اليمن. ونبدأ بعض الأمور يعني التقنية الإدارية في البداية، وإن شاء الله نعرف ونتابع بإذن الله. الرجاء من الجميع، أنا الحقيقة الآن أقفلت الميكروفون، ولكن أتمنى حتى من الأخوة ممكن أقفال الكاميرا، لعله نحن لأنه الآن الورشة نسجلها فيديو وبعدها ننشرها على صفحتنا، فإذا أي أخوة أو أخوات يعني عندهم إشكالات في هذه المسألة فأفضل أنه أقفال الكاميرا من جهتكم. وللتفاعل فيما بينكم بين المشاركين ممكن الاستفادة من الدردشة التشات، ولكن الحقيقة لما يكون في فترة الأسئلة يا ريت نتركها للأسئلة، يعني ما نغرق التشات في معلومات كثيرة. وإذا أي إنسان أي أخ أو أخت يريد أن يسأل يعني في فترة الأسئلة ففي خاصية اسمها raise hand، رفع اليد، فلو تضغط عليها تطلع عندي أنا بعطيكم المجال بإذن الله. وهذه مدونة السلوك الخاصة بالورشة. نحن نسعى أن تكون الورشة يعني تقوم في بيئة ودية وآمنة وشاملة. نقدر في اتحاد رعاية الأيتام جدا جدا الحقيقة المتحدثين الأخوة والأخوات يعني اللي بيتحدثوا معنا، هم من وقتهم ومن جهدهم، فنقدر هذا الشيء، كما نقدر حقيقة حضوركم جميعا كمشاركين في هذه الورش. نأمل من الجميع أن يظهروا الاحترام واللباقة للمتحدثين وللمشاركين الآخرين في خلال مدة الورشة والمحاضرات. هذه مدونة السلوك الحقيقة هي يعني ما نريده من الأخوة والأخوات أن يلتزموا معنا في هذه الأدبيات خلال الورشة. نريد من الجميع أن يكون مراعيا ومحترما ومتعاونا، ونريد من الجميع الامتناع عن سلوك أي سلوك تخويف أو تمييز أو تحرش أو تحقير. وهذه هي بس بعض أمثلة السلوك غير المقبول، التخويف أو المضايقة أو التسلط أو التمييز أو السلوك غير المهين، إهانة مرتبطة بالسن أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الرأي أو الرأي السياسي أو غيره من الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو المظهر. لأي إشكاليات ممكن تحصل مع أي إنسان في أي وقت، هذا الإيميل مالنا info@orphanscarefederation.org، ممكن أن يكتب لنا وإن شاء الله نتعامل في هذه المسألة. البرنامج مدته ساعتين إن شاء الله، خلال يعني نحن عاملينه تقريبا في فترة أنه من يريد أن يصلي ومن يريد أن يصلي بعدها احتمال يمكن نتأخر عن موعد الصلاة 10 دقائق، إنما في النهاية بتكون هي فترة الأسئلة والأجوبة، فلو حدا يحب يبقى يصلي ويرجع فالمجال مفتوح بإذن الله. والآن مع الأستاذة معالي العسعوسي، ونعرفكم بها الحقيقة. وللأمانة يعني لو نريد أن نتحدث عن الأستاذة معالي العسعوسي فأعتقد نحتاج خلال هذه الفترة من الورشة. وعلى عجالة يعني نحن انتقينا من سيرتها الذاتية بعض النقاط التي نتحدث عنها. الأستاذة معالي العسعوسي هي أول امرأة خليجية تقود مكتب ميداني لمنظمة دولية في العالم في العمل الإنساني في منطقة صراع. بدأت منذ الصغر حياتها كمتطوعة ناشطة في مجال النفع العام والتنمية المجتمعية، حيث انضمت أصغر متطوعة كويتية مع الهلال والصليب الأحمر في العام 1991. حصلت على بكالوريوس علوم وتخطيط وإدارة السياحة وإدارة الأعمال من جامعة فيرجينيا كومنولث يونيفرسيتي من الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2002. قامت الأستاذة معالي بتأسيس مبادرة تمكين في اليمن في 2007، والتي تحولت إلى مؤسسة تنموية غير ربحية تساهم في الارتقاء بحياة أفضل للأفراد من خلال إنشاء المشاريع التنموية. عملت في العام 2008 بالتعاون مع مشروع من كسب يدي في تمكين الأرامل والمطلقات لإنشاء مشاريع صغيرة، وذلك لإيجاد دخل مستدام. أصدرت أول كتاب لها عام 2010 بعنوان دليل المشروعات الصغيرة، وذلك بالتعاون مع شبكة سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا الكتاب الحقيقة يوزع مجانا لكل من يريد أن يدخل في هذا العالم. صنفت مع 35 سيدة عربية أخرى ممن غيرنا العالم العربي ضمن كتاب Arab Woman Rising، والذي أصدرته جامعة وارتون في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2014.
انضمت في أواخر العام 2015 لجمعية العون المباشر الكويتية لتترأس فرع جمعية جمهورية اليمن كأول امرأة تترأس مكتب ميداني للعون المباشر. والعون المباشر يعني لا يخفى عليكم أنها تعمل في 31 دولة في أفريقيا، واليمن هي الدولة الوحيدة اللي خارج أفريقيا تعمل فيها العون المباشر. من الجميل ذكره أن شخصية الأستاذة معالي تدرس في مناهج وزارة التربية في الكويت للصفوف الابتدائية، وقد حصلت الأستاذة معالي على بعض الجوائز وأهمها جائزة المرأة العربية الرائدة في العام 2017 من مبادرة تكريم في المملكة الأردنية الهاشمية. المنصة لك أستاذة معالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على حضوركم جميعا للتعرف على تجربة جمهورية اليمن الخاصة في موضوع تمكين بدلا من الكفالة. وراح نبدأ إن شاء الله بالمحاضرة في ثلاث محطات، والرابعة هي راح تكون الأسئلة والأجوبة. السلايد الثاني أستاذ فادي. بالنسبة حق المحطة الأولى إن شاء الله راح نتكلم فيها عن تجربة الجمهورية اليمنية، ومن ثم راح ننتقل إلى مسؤوليتنا نحن كمنظمات مجتمع مدني في اختيار المشاريع، ثم راح ننتقل إلى مسؤولية المانحين اتجاه منظمات المجتمع المدني، وأخيراً راح يكون هناك باب الأسئلة مفتوح. فباختصار بقول لكم قصتي كيف بدأت في جمهورية اليمن. لما دخلت أنا في مجال العمل الإنساني دخلت طبعاً من باب اللي هو الاستشارات، والاستشارات المدفوعة، وليس أنا كنت منفذة أو كنت أعمل في مجال العمل الإنساني، إنما أنا أعمل في مجال العمل التطوعي الحرفي، وتعلمت بشكل كبير من موضوع اللي هو الحرفية قبل دخولي للعمل الإنساني. بدأت العمل في جمهورية اليمن في عام 2007، كنت أقدم استشارات فقط لأحد الشركات التي كانت تود أن تقوم في عمل مشروع اجتماعي لتمكين الأسر والنساء وخاصة الأرامل والمطلقات. طيب، فما كان شغلي أنا أو جزئية واجبي في هذا المشروع هو تنفيذ المشروع، إنما كان فقط هو عمل تقييم لهم مدفوع. ولكن سبحان الله شاء القدر أنه أدخل اليمن وأرى المآسي اللي موجودة في اليمن، وأتطوع لعمل المشاريع في جمهورية اليمن في عام 2007. طبعاً أنا المدرسة الفكرية اللي أعمل فيها هي مختلفة عن الجمعيات الخيرية، أنا لم أنخرط في الجمعيات العربية والخيرية في بداية عملي، إنما انخرطت مع المنظمات أو الجمعيات الأجنبية، وتعلمت أن هناك في مجال العمل التطوعي والإنساني هو مجال حرفي وفي مهنية عالية، وليس فقط لأن ليس لدينا يعني عندنا وقت فائض نود أن نتطوع، إنما هو فعلا الأجانب أخذوه من ناحية حرفية. بالإضافة تعلمت من أساتذة، يعني أساتذة أسست منظمات دولية، بعضهم توفاه الله مثل الدكتور عبد الرحمن السميط، مدارس فكرية كبيرة، والدكتور هاني البنا طال الله في عمره، والأستاذ اللي هو عبد اللطيف الحمد اللي رئيس الصندوق العربي للتنمية. فتعلمت أنا على يد مدارس فكرية مختلفة، فلم أدخل في موضوع استعطاف الناس أو جلب الأموال للمحتاجين عن طريق الاستعطاف أو القصص الإغاثية أو الدراما، إنما بدأت عملي عن طريق اللي هو البحوث والدراسات وتحديد الأولويات. فلما دخلت اليمن بدأت في البداية أن أشوف المجتمع إيش هو اللي يحتاجه، مش اللي أنا اللي أحتاجه أو ما هو المتبرع الذي يحتاجه أو المانح بشكل عام.
فبدأنا نفند ما هي الاحتياجات اللي موجودة في المجتمع. فصار في أكثر من شغلة، عندنا التمكين الاقتصادي، المياه، التدريب والتأهيل، الصحة والتعليم. فبعدها بعد ما شفنا إيش المجتمع يحتاج، بدأنا نرتب الأولويات. هذا المجتمع اليمني ما هي الأولويات اللي هو يحتاجها؟ فإذا رحنا على السلايد الثانية نشوف إن الأولويات اللي يحتاجها كان ترتيبنا إن التعليم، ثم التمكين الاقتصادي، ثم المياه. فكانت الأولوية في اليمن إنه هو نبدأ في موضوع التعليم، تعليم المرأة طيب والبنات لنهضة مجتمعهم، والتعليم كان مخصص فقط في الجانب العلمي، لأن لما بدأنا ندرس الاحتياج في المجتمع اكتشفنا أن هناك نقص كبير في النساء اللي يدرسون المجال العلمي، فصار في عزوف من كثير من البنات وخاصة في المناطق الريفية للذهاب للمدرسة. النقطة الثانية دخلنا في موضوع اللي هو الأولوية الثانية، كانت التمكين الاقتصادي، والتمكين الاقتصادي كان مخصص أكثر للمرأة والأرامل والمطلقات والمعنفات وغيرهم، واستبعدنا طبعاً الأطفال. وليش نحتاج نقوم في هذا المشروع؟ لأن اكتشفنا أن هناك كثير من الاحتياج المادي للنساء، ولا يوجد لديهم أي دراية. قد يكون عندها حرفة لكن ما عندها دراية، وين تروح؟ كيف تسوق؟ كيف تعمل؟ كيف منتجها؟ فهذا كان واحد من المشاريع. أنا طبعاً في مشاريع، طبعاً في احتياجات وأولويات كثيرة، لكن بتخصص يعني كل ساعة في شوي يعني أصغر الميكروسكوب لما نوصل إلى الوضوح بس، لكن أنا قاعدة أشرح لكم الآن بشكل عام. بعدين اكتشفنا أن هناك أيضاً قضية المياه، وهي قضية المياه قضية جداً كبيرة ومشكلة عظيمة في اليمن. وأيضاً العون المباشر لما أسست مكتبها كان يخدم في مجال المياه فقط. بعد ما شفنا الاحتياج، بعدين السلايد الثانية أستاذ فادي، اخترنا المشروع. قلنا خلينا نختار المشروع، ولكن إذا شفتوا هذه الأحجية هي عبارة عن 4 قطع. عندنا المشروع ارتباطه في خطة الدولة، أهداف التنمية المستدامة، ثم خطة الاستجابة. وطبعاً المربع خطة الاستجابة هو ليس موجود في كل الدول، إنما في بعض الدول. لما تختارون المشروع ضروري أن يكون هذا المشروع ضمن خطة الدولة. بمعنى إذا إحنا اخترنا مشروع تعليم، لابد أن احنا نعرف أن خطة الدولة في وزارة التربية أو المعاهد أو غيرها، ما هو الاحتياج الفعلي لهذا المجتمع من أجل أن احنا نعطي أو ننفذ مشاريع في مجال التعليم تخدم خطة الدولة. طيب بعد ما نعرف شنو خطة الدولة، ننتقل إلى هل هذا مشروعنا لا علاقة في أهداف التنمية المستدامة؟ طيب إذا كان له علاقة إحنا ماشيين يلا تمام، يخدم أهداف التنمية المستدامة. إذا كان مشروعنا من ضمن خطة الاستجابة، وخطة الاستجابة طبعاً هذه في الدول اللي فيها مشاكل كثيرة، في انخراط للمنظمات الدولية، فيها حروب، فيها مشاكل سياسية مثلاً، دائماً يكون هناك شيء اسمه خطة الاستجابة، ولكن غير متوفر في كل الدول. فنشوف ضروري أن يكون هناك اكتمال وترابط ما بين هذه 4 نواحي. فإذا ننتقل للسلايد الثانية، ما ينفع مثلاً أن احنا نختار مشروع لأن المانح راح يعطينا فلوس لهذا المشروع. إذا احنا نفذنا مشروع ما له علاقة لا بخطة الدولة ولا خطة ولا أهداف التنمية المستدامة ولا خطة الاستجابة، فهو مشروع يعتبر خارج مجال العمل الإنساني وخارج التمكين وخارج اللي هو تنمية المجتمع. لابد أن أنا لما أختار مشروع يكون هناك أساساً احتياج لهذا المشروع من ضمن خطة الدولة، من ضمن أهداف التنمية المستدامة، لأن نحن أساساً قاعد نعمل في عالم مترابط ونعمل في كوكب أرض واحد،
ما في واحد يجي ينفذ مشروع لأن فقط المانح يريد أو المانح راح يمنحنا الفلوس لتنفيذ المشروع، لابد أن يكون يخدم في هذه المجالات. فننتقل إلى السلايد اللي بعدها ونطرح لكم اللي هو مشروع شبكة الحرف. لما بدأت في اليمن بدأنا في موضوع اللي هو شبكة الحرف. طبعاً هذه الصور هي كلها من واقع المشروع نفسه، وإن شاء الله بعدين بعد النهاية راح إن شاء الله يسلمكم الجمعية جميع الملفات، 12 ملف يفيدكم إن شاء الله في منظماتكم اللي أنتم عاملين فيها. مشروع شبكة الحرف هذا بدأنا في عمل، فكرت أنا قلت يعني مثلاً إذا إحنا بنمكن الأسر، مسكنا خارطة اليمن واكتشفنا أن هناك صناعات حرفية كبيرة رائعة نراها في أوروبا، نراها في الأسواق، نراها في كثير من المحلات، لكن ما عندنا الشبكة أو الطريقة اللي إحنا نصدر فيها أو أن إحنا نحسن المنتج أو يكون المنتج شكله ويعني مضمونة في حاجة يكون في السوق الخارجي. فبدأنا في تفنيد أنواع الحرف اللي موجودة في اليمن، واكتشفنا أن هذه الست حرف هي من أفضل الحرف التي يمكن تسويقها وبشكل كبير إلى الدول الخارجية. إحنا الحين ما نتكلم عن السوق المحلي، كنا نتكلم عن السوق الخارجي، جزء منه راح يكون للسوق المحلي والجزء الأكبر راح يكون للسوق الخارجي. فننتقل إلى السلايد الثانية. فكرنا قلنا طيب ناخذ الجزء الأول من الأحجية، هل بدأنا نسأل نفسنا لما جينا بننفذ هذا المشروع، هل الحرف اليدوية موجودة في اليمن؟ نعم موجودة. هل هناك وجود للموارد، الصوف، النحاس، الخشب، سعف النخل على حسب الجلود وغيرها اللي موجودة في الدول اللي احنا نعمل فيها، هل وجود حرفيين مؤهلين في السوق ولا يحتاج وجود فئات مستهدفة، مطلقات، أرامل، أسر بلا عائل، شباب وغيرها، هل وجود في وجود لقابلية التدريب والتأهيل، هل هناك سوق، هل ممكن هذا المشروع يتسوق؟ فكل هذه الأسئلة كانت عبارة عن استفسار، وجدناها فعلا كل هذه العناصر موجودة في مشروع شبكة الحرف. فننتقل إلى الجزء الثاني وهي جزء الأحجية، هل مشروع شبكة الحرف أو تمكين الأسر أو الأرامل أو غيرهم موجود ضمن خطة الدولة؟ نعم، الدولة تسعى للقضاء على البطالة، تشجيع المنتج الوطني، تشجيع المنتج الحرفي، دمج الفئات الضعيفة في المجتمع، أصحاب الهمم والمهمشين واللاجئين. هناك أصلاً في الدولة معاهد فنية تساعد الحرفيين على تنمية قدراتهم وتدريبهم وتأهيلهم، وأيضاً وجود بعض القوانين اللي تدعم هذا المشروع في موضوع اللي هو التسويق وحماية المنتج وغيرها، فهذا كان موجود في الدولة. نجي حق الجزئية الثالثة وهي أهداف التنمية المستدامة. بدأنا نسأل هذا المشروع اللي اخترناه وهو شبكة الحرف وتمكين هذه الناس، هل هو موجود ضمن أهداف التنمية المستدامة؟ نعم موجود، ويحقق ثلاث أهداف. فلما تجون يا جماعة تختارون مشروع سواء في التعليم، سواء في المياه، سواء في التمكين، لابد أن إحنا نربط أي مشروع نختاره في احتياج المجتمع وخطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة. فوجدنا أن هذا المشروع اللي اخترناه شبكة الحرف فعلا يحقق القضاء على الفقر، الهدف الأول، والهدف الخامس المساواة بين الجنسين، وثمانية الهدف الثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد. نجي حق الجزئية الأخيرة من هذا الأحجية عشان تكتمل الصورة، وهي خطة الاستجابة. هل خطة الاستجابة في دعم الجمهورية اليمنية سواء من المانحين أو من الأفراد أو غيرها موجود؟ نعم، وجدنا أن فعلا
موجودة خطة واحتياج لتمكين الفرد والأسرة، وموجود خطة واحتياج لإنشاء المراكز التدريبية، وموجود خطة واحتياج للتدريب والتأهيل. فكل هذه العناصر لما نحطها مع بعض نبدأ في الخطوة اللي بعدها، وهي نكتب الحين المقترح. لما نجي نكتب المقترح، أستاذ فادي السلايد اللي بعده لو سمحت. خطوات كتابة المقترح، طبعا هذه الطريقة احنا سويناها يعني مثل الكيكة، طيب وفندنا الخطوات كأن احنا نصنع او نطبخ كيكة. طيب خطوات كتابة المقترح، لابد ان احنا لما نجي نكتب المقترح، في كثير من المنظمات المجتمع المدني لما تجي تقدم حق المانح تحط طلب ولا رسالة، نحن جمعية الجهة الفلانية نود دعم الأرامل أو الأيتام وإلى آخره إلى آخره. طيب أين المقترح؟ أين الملخص؟ أين بيان المشكلة اللي موجودة في المجتمع؟ أين الأرقام والحقائق والدراسات؟ ما هو السرد اللي أنت تبي تشرح لي إياه على أساس أن إحنا كمانحين نستوعب أنت كجهة تحتاج؟ ما هو الإطار الزمني اللي أنت بتنفذ فيه؟ والتقييم والاستدامة، كيف مشروعك هذا راح يستدام؟ كيف هذا مشروعك راح تقيمه؟ وبالأخير ميزانيتك التفصيلية. في كثير من المنظمات للأسف الشديد تسوي طلب وتحط إنه والله إحنا نحتاج هذه الفئة دعم هذا المشروع، وتتعامل مع المانح كأن المانح لا يفهم أو لا يعي للاحتياج. المانح اليوم إحنا يا جماعة الخير، المانحين بشكل عام هم سمارت دونرز الحين، ناس أذكية في اختيار وانتقاء المشاريع، اختيار الأماكن، اختيار هذا. ما عادت الحين الطريقة القديمة اللي والله هذا مسكين وهذا هذه أرملة وهذا، لا، الآن عندنا مانحين نتعامل معهم بجدية ونتعامل معهم بمهنية وحرفية. فضروري عندما نكتب المقترح المشروع يكون هناك تفصيل جدا كبير لموضوع اللي هو الخطوات الرئيسية والخطوات المهنية العالمية، بحيث ان لما تجي تقدمه يكون المانح فاهم ان انت كجهة عارف ان كيف راح تدير المشروع، كيف راح تقيمه، كيف راح تستديم، كيف راح تنفع المجتمع والافراد اللي انت راح تنفذ المشروع من اجلهم. فجينا كتبنا خطوات المشروع هذا والمقترح، ثم انتقلنا إلى النقطة اللي بعدها. هذا السلايد راح أعطيكم تفصيل كامل في كتيب، تقدرون تطلعون على جميع الخطوات بتفاصيلها، راح تستلمون 12 كتيب في كل التفاصيل عشان تستفيدونها، لأن ما عندنا وقت نشرح كل الخطوات. ننتقل للسلايد اللي بعدها. بعد ما كتبنا المشروع شبكة الحرف، بدينا ندور على ممولين. ومثل ما أنتم عارفين هناك أربع جهات أو أربع أركان للتمويل. عندنا المؤسسات، وعندنا الوكالات الأجنبية والمنظمات غير الربحية الدولية، وعندنا الشركات المحلية والدولية واللي هو عندهم أقسام اسمها أقسام المسؤولية الاجتماعية، وعندنا المتبرعين والأفراد وغيرهم. فعندنا أربع أضلاع مهمة لمنو إحنا بنسوق له. فمثلاً إحنا مشروع شبكة الحرف لما بدأنا ما قدرنا إن إحنا نروح لأفراد، لأن مبلغ المشروع كان كبير، فاضطرينا إن إحنا نكتب المقترح بحرفية ونقدمه لأكثر من جهة. ووجدنا أن هناك منظمة دولية استجابت لهذا النوع من المشروع وكان يتطابق مع معاييرها وقامت في تبني هذا المشروع. فلا بد انك انت لما تجي تقدم تعرف انت من بتقدم له، هل بتقدم حق المؤسسات مثل بيت الزكاة وغيرهم او الجهات المانحة الاخرى، او ان انت بتقدمها حق المنظمات الدولية، او انت بتقدمها حق الشركات او غيرها. كل واحدة من هذه الجهات لا بد انك انت تدرس بشكل كبير هذه الجهات وكيف تقدم لها وكيف تقدم المقترح نفسه، وأيضا تحسسهم
والشيء المهم بأنهم جزء لا يتجزأ من الإنجاز العظيم الذي راح تتنفذه في هذا المشروع. ننتقل بعدين للسلايد اللي بعدها. الحين الجهات هذه الممولة راح تفكر تقول والله طيب من هذه المنظمة اللي قاعد تقدم لي المشروع ولماذا أنشئت؟ بمعنى لما أجي أنا والله أقول والله أنا مؤسستي اسمها تمكين وأجي أشتغل مثلا في مجال الإغاثة أو غيرها، فأنا خرجت أصلا، فحتى المانح نفسه راح يحس إن حتى أنت كمنظمة مشتت تشتغل في جوانب غير تخصصك، فلا بد أن يكون هناك لما تجي تقدم مقترح أو تقدم المشروع أنه يكون مطابق لأهدافك، مطابق لقيمك، مطابق لجميع الجوانب التي أنشأت المنظمة من أجلها. طيب نفس الشيء الجهة المانحة بتسأل ليش أختار هذه المنظمة من بد المنظمات الأخرى؟ إيش اللي يميزها؟ كيف هذه المنظمة راح تخطط؟ طيب أنا كممول لهذا المشروع ليش أشارك؟ ليش أكون جزء من هذا المشروع؟ وما هي الفائدة التي راح تعود علي؟ السؤال هو إنه مش الفائدة المادية، إنما ما هي الفائدة التي ستعود على ما الأثر الذي راح يتركه هذا المشروع في المجتمع أو على الأفراد اللي راح يتنفذ فيها. طيب هذا هو المانح لي يا بيشو. في بعض الناس كاتبة أن النت ضعيف أو ما يسمع، إذا صوتي واضح ياريت لو بس بلغوني. لا الصوت واضح صراحة، والبرزنتيشن العرض واضح، ونحن الآن منسجله حتى فيديو، فلاحقا بننشره على صفحتنا على يوتيوب طبعا بعد موافقتك. أكيد. فننتقل إلى السلايد اللي بعدها. لما نفذنا هذا المشروع ما هي الإنجازات اللي حققها هذا المشروع؟ عملنا قاعدة بيانات لجميع الحرف اللي موجودة في الجمهورية، أنشأنا شبكة الحرف الأولى في الجمهورية، مكننا أكثر من 1000 أسرة أغلبهم من النساء وجزء كبير منهم من النساء الأرامل والمطلقات والنساء اللي بلا عائل، وأيضا عملنا شيء جدا مختلف عن الكل وهو بدأنا في تصدير المنتج اليمني الحرفي لعدة دول. ودي أدخل في هذه الجزئية بشكل أكبر. في بداية المشروع فكرت أنا أن يلا في أسر، أيوة هذا السلايد خليها، في أسر منتجة ونساء وقصتها حزينة، وخلينا نعمل لهم معرض. طيب يعني الطريقة التقليدية وهي أحد الدروس المستفادة. فقمنا نسوي معارض 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 والمنتجات وهذا، ونحاول إن احنا نطور ونحسن. اكتشفنا إن احنا نلف في حلقة مفرغة بشكل كبير. ليش؟ لأن لما بديت أسوي الدراسات والبحوث اكتشفت إن هناك عالم كبير وكثير من تجار العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي يشترون المنتجات للأسر المنتجة كدعم كبير لهم. طيب وأيضا لو تدخلون مثلا في المحلات اللي موجودة في المجمعات الكبيرة مثل جيسيبيني، مثل ذوان، مثل إيكيا وغيرها، راح تجدون كورنر. طيب هو كورنر للأسر المنتجة، وكثير من الكافيهات الآن وكثير من الأماكن اللي موجودة في أوروبا فعلت هذا الشيء ويسمونه الفير تريد وهي التجارة العادلة. اكتشفت بعد البحوث أن موضوع المعارض هذا هو فقط تعريفي وليس فعلا سيقوم في أي عمل
أثر لحياة هذول الأسر، الألف أسرة أو غيرهم. طبعاً الألف أسرة وراها منتجين آخرين. فبدأت في موضوع اللي هو البحث، ووجدت هناك في ألمانيا مراكز رئيسية لتعليم كيف تستطيع أنت أن تحسن من المنتجات الخاصة في مجتمعك، طيب، ومن ثم يربطونك مع تجار الجملة العالميين اللي يشترون بالألف وألفين وثلاثة آلاف قطعة بالشهر. طبعاً أنا لأن ما كان عندي معرفة، فاعتقدت حالي حال أي جمعية إن والله تسويق عن طريق المعارض وعن طريق المحلات وعن طريق المشاركات هذه هي الطريقة الأمثل، ولو نسميها قصص نجاح هي طلعت مش قصص نجاح للأمانة. لما بدأنا إن إحنا نحسن المنتج ونأخذ المقاسات العالمية لكيف تعمل السوارة، كيف تعمل المخدة الصوفية، كيف تعمل مثلا هذه الصوفيات الصغيرة اللي تنحط تحت الكوبايات، أحجامها، أشكالها، ألوانها، نوعيتها، هل هي صديقة للبيئة أو غيرها، كل هذا بدأنا نتعلمه من أول وجديد. المنتج نفسه موجود في السوق، ولكن ما قمنا فيه هو ليس اختراع منتجات جديدة، إنما تعديل وتحسين المنتج فقط والتصدير للخارج. لمن هذه من الدروس المستفادة اللي أساساً لمن عملنا عليها. تخيلوا إن هذا المشروع نشتغلنا في 5 سنوات، كنا في حلقة جداً يعني مفرقة، ونكتب قصص، وأن منظمتنا كفلتها كثير من النساء وعملت وباعتها كثير لهم، ولكن البيع المتقطع هذا لن يكون دخل مستدام. اكتشفنا أن هناك سوق في العالم يشتري هذه الكميات وبكميات كبيرة، فحسننا فقط المنتج ووفرنا pipeline اللي هو خط للتصدير، تصدير المنتجات، وبدأنا في عملية التصدير بشكل كبير بآلاف وآلاف من القطع. هذه هي الاستدامة الحقيقية، أنك أنت توفر حق هذولي الأسر، طيب، دخل مستدام بشكل أكبر. فمن الدروس المستفادة والأخطاء اللي سويتها أن أنا كنت أستخدم الطريقة التقليدية، المعارض، أن لما يجي أحد والله هذا اليتيم وهذا الأرملة وهذا الشخص المعاق، لا، ليش إحنا نسوق القضايا المأساوية بدل ما نحن نسوق أن هذا منتج نخلي السوق يرغب فيه؟ إحنا ما المفروض أن إحنا نقلل من إنجاز هذول الأشخاص، المفروض أن إحنا نحسن ونحطه في المكان الصحيح للبيع، وخاصة الدول يعني الشمال المغاربية، طيب، هي قريبة من أوروبا فتستطيع التصدير بشكل كبير. الدول اللي على البحر الأبيض المتوسط وغيرهم، هذول الدول تستطيع التصدير بشكل كبير إلى الدول الأوروبية، وخاصة أن أيضا الدول الأوروبية هناك قانون يدعم موضوع اللي هو الحرف اليدوية التي تستوفي شروط التجارة العادلة. فهذه من الأشياء اللي أنا كنت لا أعرفها، وكنت أمارس المشروع وأعتقد أن أنا أعمل إنجاز، ولكن طلع أن أنا ارتكبت أخطاء جدا كبيرة في استخدام التقليد في التسويق، عدم معرفة في التجارب العالمية والقوانين العالمية أن هناك فير تريد وهناك تجارة عادلة. طيب، ممكن أن منتجي يرتفع سعره حتى، يعني مثلا إحنا كنا نبيعه مثلا بدولار ونص، مثلا قطعة المحفظة الصغيرة اللي مصنوعة من الصوف، اكتشفنا أن في الفير تريد أن سعرها أعلى. ليش؟ لأن الذي يشتريها يعرف أن هذه ستخدم أسر، فهناك قيمة أعلى للمنتج نفسه. ما درسنا السوق بشكل احترافي، هذه من الأخطاء اللي احنا سويناها. بعدين جبنا واحد خبير في موضوع اللي هو كيفية التسويق وكيفية تغليف المنتج وكيف وضع قصة على كل منتج ومن الذي صنعه، وصار يقدر المشتري يعرف من الشخص الذي صنع هذا المحفظة أو هذه الشنطة أو هذه المخدة أو غيرها.
وسادة المخدة. ما أشركنا المستفيدين بالشكل الصحيح في المشروع؟ يعني إحنا اعتقدنا أنه والله هذا مشروع ينفعهم وأنه يمشي بهذه الطريقة، ما فهمناهم في البداية أن هناك تجارة عادلة وأن ما عملنا لهم توعية، فما صار في تعاون بشكل كبير. لما بدأنا نسوي توعية للمستفيد نفسه مشى المشروع بشكل أكبر وأفضل. فهذه من ضمن الدروس المستفادة، وأتوقع أن في كثير من المشاريع اللي إحنا ننفذها هناك دروس مستفادة، ولكن هذه الدروس المستفادة لابد أنها توضع وتؤرخ وكيف حلت، على أساس أنها لما يجي الجيل اللي بعدنا، الدماء الجديدة اللي إن شاء الله ستدخل في مجال العمل الإنساني الاحترافي، يكون عندها ما ترتكب هذه الأخطاء، ويكون عندها دروس مستفادة تقدر تحمل الراية من بعدنا. السلايد اللي بعده. طيب نجي الآن إلى المحطة الثانية من المحاضرة، وهي مسؤوليتنا في اختيار المشاريع كمنظمات مجتمع مدني. الكثير من المنظمات المجتمع المدني تقع في هذا الفخ، اختيار المشاريع التي يحتاج إليها المجتمع والفرد وليس ما يرغب المانح تمويله. أتذكر مرة جلست مع الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن سميط، هذا طبعا قبل لا أدخل العون المباشر بفترة طويلة وأكون يعني ضمن أسرة العون المباشر التنفيذية، جلست معه وقلت له أن المتبرع يرغب في هذه المشاريع. قال لي لو يعطيش المتبرع $1,000,000 لتنفيذ مشروع لا تؤمنين فيه ولا هو من ضمن أهدافك ولا هو من ضمن استراتيجيتك رجعي. لا تنفذين مشروع يضر المجتمع، لا تنفذين مشروع ليس لك علاقة فيه، لا تنفذين مشروع وحتى وإن المانح عطى. لب احتياج الفرد والمجتمع ونمي المجتمع بالطريقة الصحيحة. أنت مش منظمة لجمع الأموال، إحنا مش بنوك للاستثمار، إحنا منظمات تخدم الأفراد والمجتمع لتنميته، مو عشان المانح يرغب في بناء والله مساجد أو تحفيظ قرآن أو غيرها والمجتمع لا يحتاجه. قد يكون المجتمع يحتاج المدرسة أكثر من المسجد، ويحتاج التوعية والإرشاد أكثر من تعليم القرآن، لأن التوعية قد تكون مجتمعات فيها جهل كبير فتحتاج توعية وإرشاد أكثر من الجلسات هذه. فلا بد أن إحنا نوازن ما هو احتياج المجتمع ونشرك الأفراد في عمل المجتمعات وخياطة وصياغة هذه المجتمعات بحيث أن هم يكونوا شركاء معنا في ما ينمي المجتمع ولا نفرض عليهم شيء. وهذه طبعا من الأخطاء اللي أنا أشوفها أيضا في موضوع اللي هو المنظمات المانحة الدولية. تقوم المنظمات المانحة الدولية في إعلان عن منحة في مثلا مجال نقول مثلا غسيل الأيدي والتوعية، والمجتمع هذا لا يحتاج هذا، هذا المجتمع يحتاج يشرب ماء، هذا المجتمع يحتاج يتعلم الزراعة، هذا المجتمع يحتاج إلى تمكين المرأة حتى تستطيع أن يكون عندها دخل وتربي عيالها وتخليهم يروحون المدرسة. ففي يعني أخطاء كبيرة للأسف الشديد إحنا نقع فيها، لأن يكون في عندنا احتياج مادي لتسيير منظماتنا فنقوم في قبول مشاريع ليس من تخصصنا أو لا تفيد المجتمع ولكن تسعد المانح. طيب المسؤولية الثانية أن إحنا ضروري نربط المشروع في خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة. إحنا نعمل في عالم واحد، ما ينفع أن إحنا نجي ننفذ مشروع طيب باعتقادنا أن هذا المشروع هو ممتاز للمجتمع وهو لا يكون ضمن خطة الدولة ولا من أهداف التنمية المستدامة وليس له علاقة في هذا. فإحنا أكيد قاعد نشتغل في منظومة خارج هذا العالم، خارج موضوع التنمية والتمكين. ومن مسؤوليتنا ضروري أن إحنا نكتب المشروع بطريقة احترافية،
باستخدام المراجع الحديثة. بمعنى لا نجي إحنا لما نجي نقدم للمانح نقدم للمانح طلب، إنما نقدم للمانح مقترح احترافي يخلي المانح يفهم أن نحن كمنظمات مجتمع مدني نعي تماماً للاحتياج ونعي تماماً ودرسنا الفرد واحتياجه والمجتمع، وأن هذه المشاريع التي راح نقدمها راح تفيد المجتمع وستنمي. طيب أيضاً هناك في نقطة مهمة وهي مسؤوليتنا، توعية المانح في حال عدم فهمه لخصوصية المجتمع. بمعنى كثير من المانحين يجي يقول لك والله أنا بكفل، ببني، بحفر بير، بعمل مدرسة وغيرها. قد يكون المجتمع ما يحتاجه، فضروري إحنا كمنظمات مجتمع مدني يكون عندنا القدرة في إقناع المانح في فهم خصوصية المجتمع واحتياجه، لأن إحنا خدام لهذا المجتمع، نحن ننفذ هذه المشاريع لخدمة هذه الأفراد والمجتمعات. ما ينفع أن إحنا نخدم المانح والتارجت تبعنا أو هدفنا الأساسي هو خدمة هذا المجتمع والأفراد، فلا بد أن هناك توعية للمانح. أنا أعطيكم مثال، في كان عندنا مشروع وما لقينا لأي مانحين، فبدأنا في جلسات التوعية للمانحين، جلسات تخيلوا توعية مثل ما احنا نسوي توعية للأفراد في موضوع النظافة، في موضوع الأخلاقيات، في موضوع غيرها. أخذنا جلسات لتوعية المانحين في فهم خصوصية جمهورية اليمن والمجتمع وخصوصية المشاريع لها، فبدأنا نشرح لهم عن طريق اللي هو قصص النجاح، إن هذا ما يحتاج المجتمع وهذه هي الدراسات وهذا هو الأثر اللي احنا قمنا فيه أو سنقوم فيه. فللأمانة وجدنا أن هناك أكثر من 80% من المانحين توجهوا إلى مشاريع مختلفة ومشاريع يعني مبالغها جدا كبيرة، طيب، وجديدة عليهم وجديدة وليست اعتيادية، وقاموا في تنفيذها. وكان عندهم بعض التخوف، ولكن جربنا هذه التجربة، السنة اللي بعدها صار المانح نفسه بدل لا يدعم لي 100 امرأة وتمكينها، بدأ طلب أكثر من 200 امرأة لكفالتها وتمكينها. فلابد عمل التوعية للمانحين. مسؤوليتنا أيضا هو التخصص في العمل. ما ينفع أن إحنا منظمة أنشئت مثلا لتمكين المرأة ودعم الأرامل والأيتام نقوم في عمل مختلف عن عملنا، يعني مثلا نقوم في عمل يعني مستشفيات عامة تخدم موضوع العيون وهو ليس هدفنا، هذا مشروع يعني متخصص في مجال الصحة. نقوم مثلا في عمل ليس من ضمن أهدافنا ولا تخصصنا، فلا بد أن يكون هناك تخصص في العمل، وكل ما تخصصنا كل ما كان الأثر أكبر وأوسع. فهذه من ضمن مسؤولياتنا. نجي على السلايد الثانية. أيضا في اختيار الفريق الاحترافي للمنظمة، كثير من المنظمات تختار الفرق العاملة فيها ليس كعاملين احترافيين، مما يؤدي إلى العمل التقليدي والعمل لا احترافي ولا الذي يواكب الواقع الحالي في مجال العمل الإنساني. فلا بد اختيار الفريق الاحترافي للمنظمة، وأيضا بناء الصف الثاني في القيادات للمنظمة. نجد كثير من المنظمات يكون هناك
صف جديد وصف قديم، ويكون اختلاف مدارس فكرية جدا كبيرة، ويؤخر من عمل الفريق مثلا التنفيذي. فلا بد ان احنا لما نجي نوظف احد لا بد ان يكون احترافي ويعي ويعرف جميع مواضيع الخاصة في مجال العمل الإنساني وقانون العمل الإنساني وغيرها. الإبداع والتميز، مسؤوليتنا إن إحنا لما نجي ننفذ المشاريع لابد إنها تكون مشاريع مختلفة متميزة فيها إبداع، مواكبة في جميع النواحي لما يحدث في العالم. ما يصير إن إحنا خلاص نقعد من 20 سنة وإحنا نبني ونسوي جميع المشاريع كل سنة نفس الشيء يعني، ولتلبية احتياج المتبرعين في الأغلب، ولا يوجد هناك أي إبداع وتميز طيب في تنفيذ المشاريع. ولا ننسى أن القادمين الآن أصحاب القرار، وأيضا المانحين الأفراد، وأيضا الذين يمسكون المنظمات الدولية، هم أغلبهم من الدماء الجديدة. فإن لم يكن لدينا إبداع وتميز في الطرح وتنفيذ المشاريع راح نكون إحنا كمنظمات مجتمع مدني متأخرة نوعا ما عما يحدث في مجال العمل الإنساني الحالي. استخدام الأساليب الحديثة في التسويق، قصص النجاح وليس قصص الدراما. لما نجي إحنا الحين نسوق أو نقول قصتنا طيب، لابد ان احنا قطع الصوت. استاذه معالي ما في صوت. وغيرهم من الناس ماذا انجزوا، ماذا قاموا بعمله في مجتمعاتهم. قطع الصوت بس تقريبا دقيقه. وين وصلتوا؟ نحن كنت عم تحدثي عن الإبداع والتميز، وفي آخر الإبداع والتميز قطع الصوت. طيب، بالنسبة حق موضوع اللي هو الإبداع والتميز، لابد إن إحنا نستخدم أساليب الإبداع والتميز ومواكبة ما هو حديث في مجال العمل الإنساني، لأن لا ننسى أن أصحاب القرار والعاملين والصف الجديد والداعمين الآن هم من هم في صغار سن طيب، وليس المدارس الفكرية القديمة. فلا بد إن إحنا نواكب موضوع اللي هو دراسة المانحين، دراسة أفكارهم، تقديم المشاريع بطريقة إبداعية ومميزة، حتى نواكب ليس فقط هو اختيار المشاريع إنما تنفيذه وأيضا استقطاب أمواله. بالنسبة حق استخدام الأساليب الحديثة في التسويق، في كثير من المنظمات تستخدم أسلوب الاستعطاف بدلا من قصة النجاح، وهذه طبعا طريقة قديمة في التسويق والاستعطاف، وأيضا خلينا نقول وضع البنج المؤقت للمشاريع. احنا اليوم خلينا ندخل في قوة في موضوع قصص النجاح، ماذا قمنا في عمله. نفترض ان احنا نجيب مثلا امرأة أرملة، ماذا بعد ما دعمناها قامت في مثلا تدريس عيالها، بناء بيتها، فتحت لها محل. ليش ندخل في موضوع أنه بس فقط الدراما دراما دراما، إنما نستخدم قصص النجاح والفيديوهات القصيرة التي لا تتعدى دقيقة في كيف كانت وكيف تغيرت. فهذا هو الناطق اليوم في أرض الميدان عن أعمالنا. فنستخدم الطريقة الإبداعية في موضوع اللي هو قصص النجاح. تقديم التقارير الاحترافية للمانح، هذا طبعا من الأشياء المهمة جدا، ولا نقلل منها، لأن المانحين الآن سواء الأفراد، المؤسسات، الجهات الأربعة اللي ذكرتهم، الضلوع الأربعة في موضوع المانحين، هم الآن من يسمونهم السمارت دونرز، المتبرعين الأذكياء والذين ينتقون مشاريع بشكل جدا احترافي. فلا بد ان نحن نواكب في موضوع اللي هو تقديم التقارير الاحترافيه بما يتطابق مع المعايير الدوليه. الشفافيه في التعامل مع المانح، ما ينفع ان احنا والله مثلا مشروع ما قدرنا ننفذه او
أخفقنا في تنفيذه نكتب قصة نجاح ونرسلها بس عشان إحنا بنرسل التقرير. لابد إن إحنا نكون يعني نتعامل مع المانح بشفافية. أنا أذكر واحدة من الجهات كنا نتعامل معها وكتبت لنا قصة جدا رائعة يعني لدرجة ما صدقنا من كثر ما التغيير اللي صار في أحد المشاريع. ولما نزلنا للأسف على أرض الواقع وجدنا أن لا يوجد أي شيء من قصة النجاح هذه، فهذا يضع سمعة المنظمة وسمعتنا طيب بشكل كبير على المحك، فلا بد التعامل بشفافية مع المانع. هذه هي مختصر المسؤوليات اللي حبيت أن أطرحها بما يخص اللي هو إحنا كمنظمات مجتمع مدني ما هي مسؤوليتنا في اختيار المشاريع أو التنفيذ. ننتقل إلى اللي بعده، مسؤولية المانحين تجاه المنظمات المجتمع المدني. أولاً لابد أن المانح يلبي احتياج المجتمع ولا يلبي رغباته هو الخاصة. طيب، فلابد عند طرح المنحة يكون هناك تلبية لاحتياج المجتمع والفرد ويلبي ذلك. تمويل المشاريع ذات الطابع التنموي أيضا من مسؤولية المانحين، أنهم يمولون المشاريع ذات الطابع التنموي ويبتعدون عن المشاريع التي تجعل الناس يعيشون على خط الفقر، الكفالة الدائمة، الدعم الدائم، كل هذه الأشياء من غير لا يدخل برامج التمكين والتنمية حتى يكون هناك تخارج بين الأسر، تخارج المشاريع، تخارج من المجتمع نفسه وينتقل إلى مجتمع آخر. النقطة الثالثة وهي تمكين المجتمع للاعتماد على الموارد البشرية والمحلية، وهذه من أهم العناصر، أن ضروري المانح يمكن هذا المجتمع من الاعتماد على الموارد اللي موجودة عنده ولا يقوم تنفيذ مشاريع ينفذ مشاريع والموارد هذه غير موجودة سواء البشرية أو المحلية، على أساس أنه لو اختفى هذا المانح أو غادرت هذه المنظمات أو لا قدر الله توفى أحد المانحين طيب يكون المجتمع يستطيع أن يسير نفسه. أيضا البعد عن الأجندات السياسية والدينية وعدم فرضها. المانح من مسؤوليته أن ما يقوم يعطي منحة ويفرض علينا أجندات سياسية ودينية، فهذا إذا دخلت هذه الجوانب ستخرج المشروع من مجال تنموي وإنساني إلى مجال سياسي وحراك آخر، فهذا هو المفروض أنه يكون خارج منظومة العمل الإنساني. التعامل بحياد دون وجود التفرقة في الدين أو العرق أو الجنس، وهذه من أهم الأشياء اللي المفروض أنه لما يجي المانح والله يقول لك والله أنا بعطي هالجهة ضد هالجهة أو هذا المكان ضد هذا المكان. طيب المانح هذا عايش في بلده مرتاح وغيرها أو هذه المنظمات الدولية ليست في معترك المجتمع نفسه، فلما جي أنا أعطي كفة على كفة قد أخلق مشكلة كبيرة، وقد تكون هذه الأموال التي أقوم في استلامها من المانح هي بمثابة أسلحة وليس يعني أسلحة يعني weapons يعني قاتلة مسدسات أو غيرها، لكن أسلحة ضد تفكيك المجتمع وضرب النسيج المجتمعي. التعامل بطابع الشراكة أيضا، المانح يفترض أن لمن يعطي المنحة يكون المنفذ هو شريك معاه، يعني اثنين جهات تتزاوج تتشارك من أجل أن تنفذ، وليس أن أنا أعطيك الفلوس تنفذ لي كمقاول. إحنا كمنظمات مجتمع مدني ليس مقاولين، نحن نقوم في خدمة مجتمع وخدمة أفراد وهما يعني شيء فراجل جدا حساس، فلا بد أن احنا نتعامل بصيغة الشراكة وليس صيغة اللي هو المقاولة. فهذه من أهم مسؤوليات المانحين، وهناك الكثير ولكن أنا حبيت أختصرها لكم
من خلال خبرتنا وعملنا في مجال العمل الإنساني. شكرا جزيلا حياة للأستاذة معالي على هذه المحاضرة القيمة والجميلة جدا صراحة. الكثير من الكلام يعني اللي تحدثت فيه الأستاذة معالي دائما ما نتحدث فيه يعني، ولكن على نطاقات ضيقة مع الأشخاص أو المؤسسات اللي نقابلها. الحقيقة هي أنت حضرتك تحدثتي عن مسألة التمكين، وهو الإيمان بالتمكين، قبول التمكين كطريقة للعمل المنظم الخيرية، وبعدها المؤسسة الخيرية يعني تفكر ما هو المشروع التمكيني الذي أريد أن أقوم به بناء على حاجة المستفيد، وأن يكون المشروع يمشي مع خطة الدولة، أن نعمل على شيء مطلوب، أن تكون هناك طريقة لعمل المشروع التمكيني. ما شاء الله ظهرت الأستاذة معالي، والجهات التي تريد أن تقدم هذا التمويل، الأثر الذي سيتركه المشروع والدروس المستفادة للتطوير. شكرا جزيلا الحقيقة على هذه المحاضرة مرة ثانية، وأنا هيك على عجالة يعني اختصرتها في عدة نقاط حضرتك تحدثت عنها وكانت جدا يعني مهمة. في بعض الملاحظات من اللي قرأتها على الشات أنه أين هم الأرامل والأيتام؟ هو صحيح نحن اتحاد رعاية الأيتام، ولكن نحن نتحدث عن التمكين، تمكين المنظمة، تمكين المنظمة، تمكين المؤسسة، تمكين المستفيد، فالتمكين عام. المسألة هي أنه أنا كمنظمة كيف أستطيع إسقاطه على عملي؟ قد أكون أعمل في الإغاثة وأريد أن أنتقل إلى التمكين، أنا أقدم كما ذكرت الأستاذة معالي مسألة الكفالة ونريد أن ننتقل إلى التمكين. فبالتالي هي تحدثت في كلام مهم، كلام جوهري الحقيقة. أنا الآن مسؤوليتي كمدير منظمة، كرئيس منظمة، كعامل في هذه المنظمة، أن أعمل على كيف يمكن إسقاطه، كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة، كيف يمكن أنا أعمل في البيئة اللي أنا فيها. لأن الحقيقة أجت أسئلة، طب أنا هذه التجربة في اليمن وأنا في أفريقيا أو أنا في الشرق الأوسط، تمام، نأخذ الفكرة ونأخذ التجربة ونأخذ الدروس المستفادة من اللي قامت فيها الأستاذة معالي في اليمن، ونحاول أن نسقطها على المنطقة والبيئة والمكان الذي أنا فيه. ما في شيء 100%، الكمال لله عز وجل. هي كما ذكرت الإبداع، هون الإبداع يا جماعة، أنا كيف أستفيد من هذا الشيء لأطبقه في منطقتي في عملي. طيب نبدأ مع الأخت حبيبة من جنوب المغرب، من الصحراء المغربية. تفضلي أخت حبيبة، أنا حارفع لك الميوت، ارفعي من عندك. نحن كجمعية نعمل في مجال الإغاثة، يعني لازلنا لما نصل إلى مرحلة التمكين، فما هي التدابير وما هي الخطوات لكي نصل إلى التمكين؟ هل هناك، وما هي الخطوة الأساسية؟ يعني ما هي الخطوات الأولى؟ هل نبدأ بالتدريب والتأهيل أم نبدأ بالمجال الحرفي كما تفضلت الأخت؟ مشكورة. أشكرك أستاذة حبيبة على المداخلة، وأشكر جميع الرائعين الحضور اللي أقرأ الرسائل. أنا ما كنت مركزة وأنا أقدم المحاضرة على جميع الرسائل، وأشكركم جزيل الشكر على وقتكم. أستاذة حبيبة، في البداية إذا تذكرين أول ما بدأت شرحي ذكرت أن هناك ضروري دراسة لما هو يحتاج المجتمع من أجل إقامة المشاريع. فما ينفع أن أجي أنا والله مثلا أنفذ المشاريع في مجال التمكين من غير لا أعمل دراسة للمجتمع هذا، حتى أعرف من أين أبدأ. هل أبدأ في موضوع اللي هو تمكين الأسر، تمكين الشباب مثلا، تمكين المجتمع في مجال الزراعة أو غيرها؟ طيب، فالانتقال هو في البداية هو تعرفين ما هو موجود من الموارد الحقيقية في مجتمعك، طيب، وأيضا ما هي الاحتياجات، طيب، ولما تختارين المشروع تعرفين هذا المشروع كيف راح ينفع هذا المجتمع وممكن أن يمكن هذا المجتمع أو الفئة اللي أنت مستهدفتها، طيب، بحيث أن يعني تلبين جميع الاحتياجات لها ويكون هناك استدامة.
وعدم التعود على موضوعك. انا فهمت قصدك ان انتم شغالين في مجال اللي هو الاغاثه، متعودين على العطاء، الان تبون تتحولون من هذه المرحله الى هذه المرحله، وهي في البدايه تعقدون الجلسات، جلسات البرين ستورم، العصف الذهني، وتعرفون احتياجات المجتمع ومن ثم تفندينها وتختارين المشاريع التي هي تدخل في مجال هو التمكين، وليس موضوع اللي هو نكمل نعطي ونخلي الناس معتمدة علينا، بدل ما أنها هي ناس تكون متمكنة وأيضا تقوم هي في إعطاء المجتمع. طيب معنا الآن الأخ محمد الخيواني. أنا كان عندي بس يعني بعض النقاط أطرحها بسرعة في وقت المحدد إن شاء الله. طبعا فكرة الاتحاد رعاية الأيتام هذه فكرة رائعة جدا. أنا كنت في مقابلة في الجزيرة للأطفال قبل في عام 2007 تحديدا في برنامج نظرة على، وناديت يعني بملء الصوت أنه نريد اتحاد عالمي لرعاية الأيتام، يعني كالاتحادات العالمية الموجودة. والحمد لله أنا فوجئت اليوم أنه في اتحاد عالمي فعلا، والفضل الله عز وجل، ثم للأستاذة معالي التي يعني أعطتني رابط الدعوة. طبعا إحنا عندنا تجربة كبيرة في رعاية الأيتام وفي تمكين الأيتام، وعندنا قصص نجاح أقولها، أكد على ما قالته الأستاذة معالي، وليست يعني دراما أو يعني استعطاف أو كذا، لكن قصص نجاح حقيقية لأيتام الآن أصبحوا في سن العمل، وبعضهم تزوج وبعضهم أنجب وبعضهم يعني أصبح عنده وظيفته الخاصة وأصبح عنده أولاد، وكانوا يعني قبل سنوات أيتام نرعاهم يعني عندنا في المؤسسة. طبعا في معي مشروع ومبادرة جميلة جدا بالنسبة لرعاية الأيتام وتمكينهم، والمشروع هذا بالذات يعني أول نقطة ذكرتها الأستاذة معالي في مسألة التمكين اللي هو التعليم. أنا بدأت تجربة في العام الماضي لتدريس وتعليم الأيتام في المرحلة الابتدائية والثانوية، وقد بدأنا فعلا بيعني 100 يتيم، يعني بعض الفقراء كانوا معهم، والمشروع فعلا كان ناجح إلى أن جاء فيروس كورونا ويعني خبط الدنيا كلها. لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى في بداية هذا العام سأستأنف هذا المشروع، وأنا أستغل هذه الفرصة لأطرح عليكم هذا المشروع أيضا، وأدعوكم جميعا للمساهمة فيه. طيب الأخ محمد رمضان. يعني اليوم في عنا شايفين بجوز توجه عالمي بالتحول من الإعالة إلى الإنتاج. سؤالي هو كيف سيتم تغيير ثقافة المستفيد اللي اليوم تعود أنه يتلقى معونات بشكل مستمر على أساس أنه يصير منتج وصاحب مسؤولية؟ يعني بجوز هاي من التحديات اليوم بنشوفها، بالأخص أنه هم تعودوا لفترات طويلة. السؤال الثاني، عملية تدريب أو تمويل المشاريع هل بتتم عادة من خلال مثلا المشروع اللي طرحتيه حضرتك ست معالي، من خلال منحة أو من خلال قرض؟ وبدي أسمع رأيك بشكل شخصي كمطلعة ومستشارة ما شاء الله عليك، إيش الأفضل إنه اليوم أنا أقدم قرض أو منحة، يعني قرض حسن مسترد لتخدم أكبر عدد ممكن، ولا أستكفي بمنحة عشان أمكن المستهدف؟ الله يجزاكم الخير. طبعاً حضرتك سألت ثلاث أسئلة، عن كيف إن إحنا نحولهم من فكرة إن متلقي إلى هو أصلاً يكون يعني إن شاء الله يعطي. طبعاً هذه إحنا بدأناها في موضوع اللي هو التوعية وجلسات التثقيف، وأيضاً إعطائهم نماذج من المجتمع نفسه، كيف هذا الشخص أو هذه المرأة أو هذا الرجل وغيرهم قاموا في تنفيذ هذا المشروع والمشاركة، وقاموا في أيضاً الاعتماد على أنفسهم. طبعاً الموضوع مو سهل مثل ما أنتم متخيلين، يعني هو مو سهل، لأن أنت متعود يأكل ويشرب وينتظر في البيت لما تجي له المعونة في الشهر اللي وراء، فهو الموضوع مش سهل بهذه يعني على قولتهم قطعة من الكيك، بيس اوف كيك، لا، هي بالعكس يعني تحتاج إلى استراتيجية وخطة في موضوع التوعية، في موضوع التدريب والتأهيل،
وأيضاً اللي هو تمكينهم وإعطائهم الموارد اللي هم يشتغلونها. في كثير من الجهات تخطأ خطأ جداً كبير في موضوع اللي هو إعطاء الأشخاص تنفيذ مشاريع ليس في مجالها أو ليس في تخصصها. أنا أعطيكم مثال صار معي في اليمن لما بدأت المشاكل الدولية والحرب. طيب في أحد المناطق هم صيادين، طيب في التحديد في الساحل، يعني ساحل اليمن، فهم صيادين انولدوا ويصطادون سمك، ما يعرفون يسوون شيء ثاني غير هذا. فذهبت أنا مع فريق لتوعيتهم في إقامة مشاريع أخرى. طيب فقلنا لهم لماذا لا نعطيكم غنم لرعايتهم؟ طيب وهم كانوا تقريبا 1000 أسرة، 1000 وشوي أسرة كلها ضربت أماكن للصيد، فنعطيكم شيء بداله. قالوا لو جبت لنا غنم تعالي الأسبوع الجاي ما رح تلقين ولا غنم، رح ناكلهم، احنا صيادين ما نعرف نرعى غنم. فيعني لابد ان احنا عندما نعطي المجتمع لتنفيذ مشروع او تمكين اسره لابد ان احنا نعطيهم في شيء في مجال هم يفهمونه هم يعرفونه، ما نقوم نفرض عليهم والله نعطيهم مكاين خياطه. يعني مثلا في جمعيات تحتفل في تسليم 1000 ماكينه خياطه، طيب يمكن هذول 50 حرمه عايشين في نفس المنطقه، طيب من اللي بيبيع على منه؟ سوينا يعني مشكله كانه تشاينا ماركت. فايش بتقوم هي هذه المسكينه الحرفيه؟ بتضطر انها هي تنزل من سعر مثلا خياطتها لان في 50 وحده منافسه معاها تبيع او تخيط. فلا بد ان احنا لما نجي ننفذ مشاريع لا نحتفل فقط بان احنا المانح عطانا 50 مكينة خياطة ولا 1000 مكينة خياطة ونقوم نوزعها ونحسب أن هذا الأثر العظيم اللي راح يسويه في المجتمع. مشروعنا إحنا موضوع التمكين كان مختلف، وهو إحنا فعلا نأخذ المنتج من هذه الحرفية ونبيعه في الأسواق الخارجية ودخول عملة صعبة على الطيب، وليس أنه إحنا نعطيها قرض أو غيرها. أنت اللي تكلمت فيه جزئية ثانية، موضوع رأي شخصي هل نعطيها قرض أو منحة يعتمد طبعاً. في إحنا من المشاريع عندنا مشروع اسمه التمكين الاقتصادي مع العون المباشر، وهذا التمكين الاقتصادي عبارة عن مسابقة نطرحها ويقدمون لها الشباب، ومن ثم هذول الشباب من ضمن أهداف المشروع أنه هو على القليلة يوظف 3 إلى 4 أسر. في بعض المشاريع عندنا وظفت 100 أسرة، فيعني كل منطقة مختلفة، ما تجي تقدر تسوي كوبي بيست نسخ ولصق لمشروع من غير لا أنت تدرس المجتمع. نرد نعيد نفس الجزئية، ندرس المجتمع، نعرف احتياج المجتمع، ومن ثم نبدأ ننفذ المشاريع. موضوع القروض الحسنة أنا أشوفها جدا ممتازة، ولكن لابد أن يكون القروض الحسنة هذه حجمها يكون مطابق لاحتياج المجتمع. يعني مثلا ما جي انا اعطي والله مثلا 100 يورو في مثلا اليمن او 100 دولار في اليمن، ما راح يقدر هذا الشخص يسوي فيها ولا شيء. لكن ممكن في افريقيا ال 100 يورو او ال 100 دولار تنفع. فاتمنى ان انا جاوبت على جميع الاسئله. الله يجزيك الخير. انا صراحه اذا تسمحي لي أخي، أنا إذا بدك رأيي الشخصي مثل ما أنت سألت الأستاذة معالي رأيي الشخصي، أنا لا أعتقد، أنا شخصياً مع المنحة، أنا مع القرض. تريد أن تعطي جزء مثلاً 20% من قيمة القرض منحة ما في مانع، ولكن أنت تعطي قرض وقرض يسترد وحتى الدولاب دائماً يسير وتسير العجلة صراحةً، والشخص اللي أخذ الفلوس يعتبر نفسه مسؤول الحقيقة. في مسألة تانية، وكما ذكرت الأستاذة معالي أنه هي مع القروض الميسرة، أنا مع القروض الميسرة، ولكن يجب أن ننظر إلى القانون. يعني مثلا الآن في بعض المؤسسات في تركيا بتجيها تمويل من الخارج لعمل قروض ميسرة في الشمال السوري، طب الحكومة التركية لا تسمح بهذا، فهم بيدخلوا الفلوس إلى الشمال السوري بطريقة ذكية. طيب اليوم دخلته بطريقة ذكية وبعد 5 سنوات مستعد أنت للغرامات؟
فهذا يعني ذكرت الأستاذة معالي كثير أن يمشي مع مشروع الدولة وكمان أن يمشي مع قانون الدولة، فهذه مسألة أساسية جدا. طيب أستاذة معالي، في عنا سؤال صراحة إذا شفتيه أنت بالتشات، وهو كيف أغير قناعة مانح في دقيقتين عن أهمية دور المؤسسات غير الربحية في التنمية؟ هو أنت عارف أنه الآن في المانح الدولي بدأ يعطي حتى الشركات لتنفيذ المشاريع. وأيضا أقدم مقترح صحيحة بحيث أن أنا أوجد جميع الاستفسارات اللي تكون في عقل المانح، وأيضا أدرس المانح. شنو قلنا في المحاضرة؟ أنه ضروري دراسة المانح، من المانح؟ هل هم أفراد؟ هل هم عرب؟ هل هو زكاة؟ هل هم أجانب؟ هل هم غيرها؟ فكل واحد لطريقة طيب مختلفة، مختلفة في موضوع اللي هو والتحول من الكفالة إلى التمكين، كل يمشي معهم نفس الشيء. فلا بد أن يكون هناك احترافية كبيرة، وأيضا هناك فهم لطبيعة المانح. طيب إذا مثلا يعني نفترض إحنا مثلا في عندي بعض المانحين، تكلمت عن موضوع اللي هو جلسات التوعية للمانحين individual basis، باستخدام الفكر تبع المانح، باستخدام الآيات والأحاديث وغيرها، وأن هذا شيء أفضل للمجتمع وكل هذه الأشياء، لأن كانت مانحين أفراد. أما المنظمات المانحة فهي وضع مختلف، لأن هناك application تقدم عليه، في هناك أسس لطلب المشروع. أما الأفراد فلا بد أن يكون individual، أو عن طريق الجلسات التوعية، أو عن طريق اللي هو بث الأفلام القصص النجاح للإنجاز، لأن مو سهل أنك أنت تقنع، لأن في كثير من المانحين يقول لك لا والله أنا ألا بي أوكل الناس، أنا ما بيك تسوي لي مزرعة، أنا بيوكل الناس. فهذه لابد أنها تستخدم استراتيجية الإقناع، ويكون smart thinking، يعني تفكير ذكي، بحيث أن إحنا نقدر أن نوصل الفكرة والاحتياج. حطها في أرقام، حطها في دراسات، حطها في تقديم مقترح واضح، حطها في فيديو. لا صعب على هذا الجزء، هناك قد يمكن مو 70-80% من المانحين، قد يمكن 20% تبدي، وال20 راح تسحب 20 ثانيين، وال20 راح يسحبون 20 ثانيين. بس لابد انك تبدا في تغيير فكر هذول المانحين وتعريفهم في الاحتياج الحقيقي للمجتمع. أنا إذا تسمحي لي كمان أضيف أستاذي الكريم أو الأخ السائل يعني أو الأخت، أنت عندما تريد أن تذهب لأي مانح يجب أن تكون أنت أرضيتك جاهزة. المانح يسألك عن سياسات، سياسة الشراء، سياسة البيع، سياسة التوظيف، سياسة كل هذه سياسة الحماية، كل هذه أنا ما ذكرته 4-5، لسه في يمكن 10 هذه السياسات إذا كانت موجودة عندك، وليست موجودة على ورق، موجودة مطبقة، لك سابقة تجربة في هذه المسائل، فبالتالي يمكن أن تفكر أنك تطلع إلى المانح. ولا تفكر أنك إذا أنت اليوم ميزانيتك السنوية $250,000 أو $1,000,000، وبعدين حتروح تقدم على مشروع قيمته $1,000,000 ولا $500,000، هذا مستحيل. يعني خلينا نكون واقعيين، إذا أنت ميزانيتك السنوية السنة الماضية $1,000,000، قدم على مشروع قيمته $50,000، لعلك تكون من الفائزين. طيب نحن ناخذ استاذه معالي في الاخلي من غرب افريقيا عبد الجليل، اذا بس ناخذ السؤال وبعدين نرجع للاخوه والاخوات اللي رفعوا ايديهم. هو صراحه يتحدث عن مساله الاولويات مثلا بالعمل في المنظمات، انا بهذه الطريقه يعني ممكن نشوف السؤال. احنا تكلمنا على ترتيب الاولويات في المجتمع او احتياج من اجل التمكين او تلبيتها، فلا بد ان احنا نرتب الاولويات. ذكرنا ان مثلا قد يكون مجتمع يحتاج الى موضوع التثقيف والتدريب والتاهيل، مجتمع ثاني يحتاج الى موضوع التعليم، مجتمع ثالث يحتاج الى المياه. فلا بد ان احنا نرتبها ونبدا نشتغل على كل واحد بحسب النسب او القدره اللي عندنا، وايضا حسب توفر الكادر. لا ننسى ان احنا ما نقدر نشتغل في جزئيه مثلا مياه من غير مهندسين، ما نقدر نشتغل في التعليم من غير ناس عارفة في موضوع اللي هو التدريب والتأهيل والقوانين الخاصة في موضوع وزارة التربية وغيرها. فلابد إن إحنا لما نرتب أولوياتنا نكون على حسب احتياج المجتمع.
ما أدري إذا هذا راح يجاوب على سؤاله. طيب في عنا المهندس أيمن السرور، أنا حارفع ميوت، ارفع من عندك وتفضل أستاذ أيمن. نحن في إطار التمكين اعتمدنا بالدرجة الأولى على التمكين عن طريق التعليم، خاصة تعليم الأيتام، حتى ننتقل من تلك المقاربة الإحسانية إلى تلك المقاربة التنموية فعلا، يعني بدلا من العطاء المستمر ومد اليد إلى تكوين هؤلاء الأيتام عن طريق، هناك أيتام هم في بيوتهم وأيتام في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وهي مؤسسات مرخص لها من طرف الدولة، وفي إطار برنامج متكامل متنوع يشمل بين الدراسة وبين التربية والتكوين حتى يتم تخريج أطر يعني تساهم أولا في تنمية أسرها الأفراد وثانيا في تنمية المجتمع. والحمد لله صار عندنا الآن يعني خريجين من الأيتام لهم بشواهد عليا، سواء مهندسين وأساتذة وغيرهم، ومنهم من يساهم في إذا قلنا تسويق لمشاريع الجمعية، يعني كثير من المشاريع هؤلاء الأيتام هم من يسوقها حتى تقول للمانح ما أريد أن أصل إليه هو أمامك، أو بعبارة أخرى بعبارة التسويق المنتج يتحدث. فهذه المقاربة التي اعتمدناها فيما يخص التمكين للأيتام، والتمكين للأرامل يكون عن طريق التدريب والتكوين بإنشاء مراكز أيضاً بشراكة مع مؤسسات رسمية لاعتماد الشواهد، فتصير شواهد يعني المعتمدة ثم يتم تمويل المشاريع لهم. طيب أستاذ عبد القادر، أنت الآن عديت دقيقتين. لا إن شاء الله، في ملاحظة فقط أخيرة، ملاحظة أخيرة، وهي كثير من المنظمات، كثير من المنظمات تعتمد التنافس فيما بينها بدلا من التعاون والتكامل، فتجد 20-30 جمعية أو منظمة في منطقة صغيرة تتنافس على المتبرعين والمانحين وعلى المستفيدين، في حين كان أولى أن يكون هناك تكامل. فنرجو أن يستمر مثل هذه التكوينات وتكون خاصة لكل بلد، مثلا أن يكون هناك، لأن هناك لكل بلد خصوصيته وقوانينه الخاصة، فيتم توجيهها يكون أفضل. وجزاكم الله خير. الله يكرمك، شكرا جزيلا أخي لمداخلتك، وإن شاء الله. نعم، نحن صراحة عملنا من شهرين يمكن ورشة خاصة فقط للمغرب، والحقيقة الوجود الآن الأستاذة معالي معنا هو أنك تنقل تجربة، لعل هذه التجربة تنفع في دول أخرى. أستاذة معالي، إذا حضرتك تحبي تعلقي على ما سأله ننتقل إلى يعني أحد الأخوة الآخرين. حبيت أضيف على الكلام اللي تفضل فيه الأستاذ عبد القادر، ليس فقط هو تسويق المشاريع، يا ريت لو أستاذ عبد القادر تقومون في إشراك النساء اللي تم تمكينهم وأصبحت قصص نجاح في عمل التعديلات للمشاريع اللي أساساً هي أساساً أو أعطيتوها، أو المنحة اللي أعطيتوها، أو التدريبات اللي أعطيتوها. أيضاً اللي ياريت لو تشركون أيضاً الشباب اللي استفادوا من المنح، طيب، بعمل تعديلات وعمل دروس مستفادة حتى يتم تطوير المشاريع، وبارك الله في جهودكم. طيب نرجع إلى الأستاذ المهندس أيمن. هاي الأخ محمود دخل، تفضل أستاذ محمود، بعدين نجي للأخ خالد. كيف يمكن لنا أن نجد برنامج أو مشاريع يستغنى منه من الكفالات الخارجية؟ يعني برنامج متكامل أستاذ محمود، لأن فعلا احنا دائما فكرتنا في موضوع اللي هو الاعتماد، انا ذكرت الاعتماد على الموارد، لابد ان المانح وايضا احنا نختار مشاريع نعتمد فيها على الموارد البشريه والموارد المحليه اللي موجوده، لان قد يختفي المانح فجاه، فلابد ان احنا نجد خطط اخرى بديله في اللي هو تسيير اعمالنا عن طريق مثلا المشاريع الوقفيه، مشاريع مثلا المحلات او غيرها. لابد ان المنظمه نفسها بدال ان هي تعتمد او تستقطب من الخليج او غيرهم، طيب، فقط الموضوع الكفالات، تفكر بتفكير استراتيجي حيث ان هي تشتري لها مشروع وقفي
يدر على المنظمة سواء الرواتب أو غيرها من الأيتام بأموال تسيرها. طيب فلا بد أن نفس المنظمة تفكر تفكير استراتيجي في تغيير اللي هو فقط طلب الكفالات وتقديم مشاريع بشكل احترافي للمانحين، أن خلاص إحنا الآن يعني نود كمنظمة وأيضا كأيتام هو الانتقال من هذه المرحلة، مرحلة استقطاب فقط الكفالات الشهرية، إلى أن إحنا نقوم في مشروع متكامل ونحن نقوم في عمل هذه الكفالات الشهرية ويكون هناك تدوير. فلا بد أن منظمتها هي تفكر تفكير استراتيجي في عمل هذه النوعية من المشاريع، ولكن طبعا على مراحل، وليس يعني هي ما راح تكون يعني فجأة بشكل كبير. يعني إذا أنت تستقطب مثلا هنقول مثلا 20,000 يورو ولا دولار ولا غيرها بالسنة، طيب المشاريع هذه تحتاج طبعا إلى مبالغ أكثر، ولكن لابد أنها تقدم بدراسات احترافية ويكون هناك تسيير لهذه المشاريع، حيث أنك أنت يسمونها exit strategy، تتخارج من المانحين وتستطيع أن تمول نفسك قبل أيتامك. طيب في سؤال صراحة من اليمن، بيقولوا في اليمن معظم المنظمات المانحة تركز على الإغاثة، وحضرتك تفضل العمل التنموي، كيف يمكن التوفيق في المشاريع واتجاه المنظمات في اليمن؟ هذا طبعاً إحنا تكلمنا عن مسؤولية المانح. طيب وأعتقد أنا من الأشخاص المحظوظين اللي عضوة وجزء من أسرة العون المباشر، والعون المباشر أصلاً استراتيجيته هي الاعتماد وتمكين المجتمعات والقضاء على الفقر والجهل والجوع. فمن ضمن الفكر هذا استطعنا أن إحنا نقنع المانحين في عمل المشاريع المستدامة رغم أن إحنا في حرب. فإحنا صار في عندنا مانحين أذكياء أو سمارت دونرز اقتنعوا في الفكرة نفسها، فما اشتغلنا 100% إغاثة، جزء من عملنا فعلا إغاثي، ولكن الجزء الأكبر هو المشاريع المستدامة وتمكين المجتمع عن طريق اللي هو مشاريع المياه، التعليم، التمكين الاقتصادي وغيرها. فاستمرينا في مشاريع اللي هو التنمية وتشكل أكثر من 55% من مشاريعنا وقليل منها الإغاثي. الله يكرمك، شكرا جزيلا. طيب معنا الأستاذ صلاح الجار الله الأمين العام لاتحاد رعاية الأيتام. تفضل أستاذ صلاح، أنت على تفضل نسمعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمانة يعني نشكر الأخت معالي على هذا الطرح وهذا التميز يعني بالأفكار، والحقيقة نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود ويرزق الجميع إن شاء الله الإخلاص والقبول. أنا لفت نظري قضية توعية المانحين أمر مهم جدا. فأتصور يعني موضوع لقاءات أو جلسات مع المانحين لتغيير نقدر نقول أو يعني إعادة نظر فيه ما يملونه على المؤسسة الخيرية، حتى لا تتحول المؤسسات الخيرية حتى العريقة إلى منهجية ما يطلبه المتبرعون أو ما يطلبه المانحون. أمانة يعني كل من يعمل مع الأرامل أو مع الأيتام في موضوع الكفالة، أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، بعدين يجد صعوبة في التمويل خصوصا مع المتغيرات. ومعظم يعني المانحين، أنا أقول يعني العرب أو الخليجيين أو في الخليج، يتأثرون كثير في المآسي. إذا كان في دولة فيها قصف وقتل وما شابه ذلك، الناس تتعاطف، تعرف أن في أرامل، في أيتام وكذا. لكن حينما تنتهي هذه الحرب يعني شيئا فشيئا تنسى يعني هذه المآسي، وقد تنقطع وانقطعت عن كثير من دور الأيتام أو عن كثير من الأيتام، كثير من الأسر فيها أرامل، قطعت الكفالة بسبب يعني نقدر نقول عدم وضوح هذا الفكر، فكر التمكين. والأمانة يعني العمل الإنساني لرسالة أعظم من فقير يحسن له غني. لابد أن نرتقي في هذا الأمر ونسوق كما أننا نسوق الحاجات يعني الحاجات الضرورية الإغاثية. ينبغي علينا أن نستفيد من تجربة الأخت معالي في اليمن
ونسوق هذه الأفكار عند المتبرعين، لأن متغيرات الآن خاصة بعد كورونا، تصور يعني رمضان الجاي أو شعبان الجاي كموسم تبرعات أتصور راح يختلف عن رمضان الماضي وشعبان الماضي، ويحتاج احتياط ويحتاج تبادل خبرات وتواصل حتى يعني نقول نتخطى هذه المرحلة أو هذا الظرف الجديد المستجد يعني بأساليب يعني توجد حلول جذرية وليست حلول آنية. والله جزاكم الخير. الله يجزيك الخير، شكرا جزيلا أستاذ أبو عمر. طيب نرجع إلى الأخوة اللي رفعوا يدهم، وعندنا الأخ خالد من المغرب. فقط سؤالي حول التمكين، نعرف أن التمكين يحتاج أو يتطلب وقتا طويلا وبالأخص في المراحل الأولى، فحسب التجربة هناك آراء من يبدأنا في خطة التمكين وليس هناك استمرارية، فهل هناك يعني حسب تجربة الأستاذة جزا الله خير، هل هناك طريقة لتعامل مع الأرامل خاصة في ميدان التمكين وتشجيعهن وتحفيزهن للاستمرار في هذا المشروع؟ شكرا. الله يسعدك الخير، سؤال جميل، تفضل أستاذة معالي. طيب أولا إحنا بما يخص الفئات المستهدفة لا نتعامل مع الأرامل كفئة منفردة ولها خصوصيتها، يعني نتعامل معها كمكون كامل من المستفيدين، فما نقوم فيه مع المستفيدين من توعية وتدريب وتأهيل وتعليمهم في موضوع اللي هو الاستثمار أو كيف يوفرون الأموال أو كيف، هذا يمشي مع الكل. طيب فدمجناهم دمج من الأساس طيب مع جميع الفئات المستهدفة، ولكن ركزنا على احتياجها وتدريبها في بعض الأمور الخاصة فيها، ولم نقم في أن احنا نتعامل معها فقط لأنها أرملة وأن هي احتياجها مختلف، لا، هناك مطلقات، هناك معنفات، هناك نساء بلا عائل وغيرهم، فكلهم طيب يدخلون في نفس البرنامج، برنامج التمكين والتأهيل وغيرها. طبعا المرأة بشكل عام يعني من خلال تجربتنا في موضوع اللي هو سواء القروض الحسنة أو إعطاء المشاريع كمنح أو اللي هو مشروع شبكة الحراف، المرأة بشكل عام ملتزمة وهناك حافز جدا كبير داخليا لديها في الاستمرارية وأيضا في تنفيذ المشاريع بشكل كبير، وخاصة إذا كانت هي أم ولديها أبناء. فموضوع التحفيز إحنا دائما جلسات التوعية نخليهم يحضرون اللي هو قصص النجاح وكيف هذه نجحت وكيف قامت في تسديد مثلا القرض أو كيف قامت في إنجاز هذا المشروع وكيف تغيرت حياتها، ونبدأ نخليها تتكلم هي صوت نجاح المشروع. فمن واحدة إلى واحدة يبدو يصير هناك مثلا انتقال للإيجابية والانتقال لنجاح المشروع، وليس عن طريق لساننا إنما عن طريق الأرامل أو النساء الأخريات. نعم، هو أخي خالد كمان تحديد وقت زمني لمشروعك مع الأرملة، يعني أنت إذا دخلت معها مشروع التمكين وهي عايشة في الفراغ أنه مضى شهر شهرين ثلاثة شهور، بس انت لو من الاول قلت لها اختي مشروعك سنه مشروعك سنتين، هي خلص عايشه مرتاحه عارفه حالها ماشيه في تدرج. طيب معنا الاستاذ طارق فهيم وهو من العون المباشر مدير اداره الاقاليم، تفضل استاذ طارق. في الحقيقه منصر حابب اخذ راي حضرتك في بدايه التجربه والوضع الان، يعني بدايه تجربه حضرتك في العمل المجتمعي والعمل التطوعي والتجربه الان فيما يخص حاجة المجتمع. كما تفضلتي حاجة المجتمع اليمني كانت على الترتيب التعليمي الاقتصادي المياه ومسألة التخصص أن يجب أن تكون المؤسسة متخصصة. فهل أفهم قضية التخصص أخت معالي أن الأفضل أن تتخصص المؤسسة بكاملها في شيء واحد، أن تكون مؤسسة قائمة مثلا على الخدمات الصحية فقط أو التعليمية فقط أو المياه فقط، أو أن يتحقق جانب التخصص داخل المؤسسة مثل نموذج العون المباشر الذي نحاول فيه أن يكون كل قسم
يلجأ فيه إلى المتخصصين ويطور من نفسه حتى يصل إلى مرحلة التخصص الكامل ويلبي التنمية الشاملة، خاصة أن احتياجات المجتمعات ليس فقط التعليم والتمكين والاقتصاد والمياه، كما تدرين أيضا الجراحة موجودة والمخيمات العيون والعمى منتشر في إفريقيا بنسبة كبيرة. فأردت يعني رأي حضرتك في الجمع بين الأمرين، التخصص والحاجة المجتمعية. جزاكم الله خير. شكرا أستاذ طارق، وهذا للأمانة سؤال جدا رائع، لأنه طبعا التخصص مهم جدا بشكل كبير، ونموذج العون المباشر في موضوع التخصص نجحت لأن هي منظمة عريقة ومنظمة كبيرة ولديها خبرات، وأيضا لديها كوادر عالمية وليس فقط محلية، إنما يعني كوادر مختلفة ومدارس فكرية مختلفة، فاستطاعت العون المباشر في موضوع اللي هو الدمج ما بين التخصص في أكثر من مجال، وأيضا تلبية احتياجات المجتمع بما يعني يحتاجه. مثال، نفترض أن احنا كمكتب يمن ونقع تحت مظلة العون المباشر، وهذا مثال حي. الاحتياج للمشاريع اللي موجودة في اليمن مختلفة عن الاحتياج للمشاريع اللي موجودة في غانا وأثيوبيا وغيرها، فنحن في اليمن تخصصنا في بعض المجالات اللي دخلنا فيها ولم نستطيع الدخول في جميع المجالات لأن لا يحتاج إليها المجتمع، فصار هناك تخصص ما يحتاجه المجتمع ولم نفتح جميع المجالات. طيب، وهذا من أهم الأشياء، ولكن المنظمات أو المؤسسات الصغيرة طيب صعب أنها تقوم في عمل أكثر من مجال ويكون لديها الكوادر والقدرة على تلبية الاحتياجات في جميع المجالات لجميع مكاتبها، فيفضل أن يكون هناك تخصص للمنظمات الصغيرة، مثل يعني مثلا رعاية الأيتام، هي متخصصة في رعاية الأيتام والأرامل ولديها برامج واستراتيجيات وخطط سواء محلية أو على مستوى عالمي، لأن هي الآن يعتبر اتحاد ولديه رؤية عالمية مختلفة، وقد تصل هذه رؤيتهم إلى الحصول على مقعد في الأمم المتحدة كصوت لصوت الأيتام في مثلا الموضوع العالمي أو النساء والأرامل وغيرهم والمطلقات وغيرهم. طيب، ويكون لهم يعني صوت في صناعة القرارات العالمية التي تخص الأيتام واحتياجهم وأيضا الأرامل، فيكون هناك تخصص طيب للمنظمات اللي تعتبر صغيرة نوعا ما أو متوسطة، أفضل من أن تشتت جهدها، لأن مثلا أنا أعطيك مثال، في بعض المنظمات تلقى أن مثلا الشخص الواحد هو يشتغل تمكين اقتصادي ويشتغل إغاثة ويشتغل مدري في مشاريع صحية ويكتب لك، فالتشتت هذا الغير عادي في المنظمات الصغيرة لن يؤثر على المجتمعات بشكل كبير طيب، ولكن سيدخل الفريق نفسه في دوامة ما راح ينتهي منها، فالتخصص دائما أفضل في المنظمات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في موضوع اللي هو القدرة مثلا للمنظمات الكبيرة والتخصص والتميز، يعني أنا يعني خليني شوي أكون يعني خلينا نقول منحازة للعون المباشر، تميز وليس فقط تخصص، تميز أيضا في الأداء واختيار المشاريع، وأيضا أصحاب القرار يسمعون للميدان ويطورون المشاريع بناء على الاحتياج، فبدأ هناك يعني خلينا نقول النظام لم يصبح إن من المانح إلى المكتب الرئيسي، من المكتب الرئيسي إلى المكتب الميداني، لا، المكتب الميداني هو شريك في صناعة القرار اليوم، فهذا اللي احنا تكلمنا فيه إنه هو موضوع ضروري أن يكون هناك شراكة وليس موضوع اللي هو تعال أخذ نح ابني لي مسجد أو اعمل لي مدرسة أو غيرها، موضوع المقاولات إنما هو موضوع تلبية احتياجات. طيب، معنا الأخت هدى، أنا رفعت لك الميوت، تفضلي أخت هدى. تمام، سؤالي للأستاذة معالي، ما هو دور منظمة العون المباشر؟ أنا ما جلست يعني لفترة من اليمن مع تأهيل الطلاب والطالبات في اليمن، هل كان لهم دور؟ لأنه سمعت لكن لست مطلعة، لكن قالوا إنه في دور جدا ناجح
لعملها في ذلك، لأنه الآن هنا أشتغل طيب. أنا في هذا المجال. الله يجزيك الخير. بما يخص اللي هو دور العون المباشر في التعليم أو التأهيل، إحنا دخلنا في موضوع المنح الدراسية في فترة تقريبا، إحنا الآن داخلين على السنة الثامنة طيب، في موضوع المنح الدراسية في التخصصات العلمية. ذكرت أنا في محاضرتي في بداية أن إحنا كان الاحتياج للمجتمع هو التخصصات العلمية وليس التخصصات الأدبية، وبما يخص اللي هو احتياج دخلنا في التخصصات الأدبية فقط للمكفوفين وأصحاب الهمم. أصحاب الهمم بشكل عام هم الوحيدين اللي دخلنا فيهم في التخصصات الأدبية، لأن صعب على بعضهم الدخول للتخصصات العلمية. وأيضا أنشأنا مركز لدعم المكفوفين في جامعة صنعاء، وتحويل جميع الأشرطة من الشريط القديم إلى الشريط الإلكتروني، بحيث أنه يستطيع الكفيف أن يقوم في مواكبة زملائه وحضور جميع المحاضرات عن طريق اللي هو المركز اللي هو الإلكتروني الخاص في جامعة صنعاء. فهناك يعني للأمانة تقريبا أكثر من 55% من مقاعدنا يعني تخصص لأصحاب الهمم، و 45 للنازحين والمتميزين من الأسر التي تقع تحت خط الفقر أو المتوسطة الدخل. الله يجزيك الخير. طيب أنا بس أقول الأخت هدى، أختي اللي أنت تحدثت فيه هو ما نسميه سياسة الحماية، أي حماية المؤسسة وحماية المستفيد وحماية المتبرع. لو توصلتي معنا في اتحاد رعاية الأيتام، نحن كتبنا هذه السياسات، ممكن أنه نشركها معك، ما عندنا مانع. حق المستفيد وحق المتبرع وكيف التواصل فيما بينهم أو لا يوجد تواصل، كله مكتوب. هذا ما نسميه سياسات الحماية، protection policies. تمام. في سؤال أخت معالي، أنت ذكرتي الدكتور هاني البنا وذكرتي الدكتور عبد الرحمن الصميت، فالسؤال هل أنت قرأت لهم كتب؟ حياها الله وعلى رأسنا دكتور هاني. طبعا قبل أن أدخل معترك العمل الإنساني وتفرغ لهذا المجال، أنا أؤمن بموضوع اللي هو المرشد، وأؤمن بموضوع المنتورز طيب، وأؤمن في موضوع اللي هو الدراسات. أنا يمكن ذكرت في بداية محاضرتي أن أنا لما دخلت مجال العمل الإنساني دخلت من فكر الدول الأجنبية، بحكم أن أنا دراستي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، فقير ومسكين وحاب أن أساعده. لما دخلنا في مجال العمل الإنساني من خلال اللي هو الدراسات وكيف أن أنا أقدر أنمي، ولم أؤمن من بداية دخولي للعمل الإنساني في موضوع اللي هو الإغاثة، ولكن كان يعني كل موضوعي كان من البداية تمكين. فعن طريق البحث الله يعافي جوجل تعرفت على الدكتور رصميط. كنت أنا وأنا أشتغل كنت أبحث عن شخصيات يعني عربية، قلت يعني لا يعقل كل مصادري تكون من الجهات الأجنبية، خليني أتعرف على يعني عن البحث عن شخصيات عربية ممكن أسافر لها وأروح لها وأتعلم منها. فمن حسن حظي كان الدكتور عبد الرحمن الصميط يعني كويتي الجنسية، ولكن هو كويتي الجنسية ولكن أفريقي الهواء، فما استطعت أن أنا حاصله. وأنا كان عندي دراسات عملتها وحابة أن أخذ الزبدة، لأن أنا لم أؤمن أنه والله تعال علمني، لا تعال أنا عندي هذه الأشياء، تعال عطني الخطوط الرئيسية في حياتك، كيف اشتغلت كيف عملت. فكان سؤالي للمرشد الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن صميت، والذي أثر بشكل كبير على دخولي في مجال العمل الإنساني واستمراري في إن تعال أنت اشتغلت 45 سنة، أنا ما فيني أصلا أقعد 45 سنة عشان أوصل إلى نتيجتك، عطني نتيجتك اللي تعلمتها وخلاص، يعني خليني أبدأ من حيث ما انتهيت. ف
فكنت أكلمه دائماً على موضوع أن أنا عملت بحث وأنا عملت دراسات وأنا عملت كذا، فقال لي يا بنتي أنت أصلاً يعني قفزتي قفزة متقدمة جداً. إحنا لما دخلنا في معترك العمل الإنساني كنا بادين بسيط، فقير مسكين، قضية كذا، قضية الساكن، ولكن لم ندخل في مجال اللي هو من بدايتها دراسات وبحوث وغيرها. فكان يرشدني على بعض الأمور، ومن ثم طبعاً تفرغت لقراءة كل كتبه وكل الفيديوهات، وأيضاً عند تسجيلات. هذه التسجيلات والفيديوهات هي سياسة وعمل كل ما قام فيه الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن صميط، وفلسفة العمل الذي قام فيه. فما يحتاج أنك أنت والله تروح معاهد ولا تدرس، هناك أشخاص يعني موجودين بيننا أو تركوا إرث جداً كبير، والحمد لله يا ربي إن إحنا من الجيل اللي تعلم منهم. دكتور هاني البنا نفس الشيء، رحت عليه وإحنا كنا في حادث سقوط طيارة تقريباً، وكنا في اليمن ما كنا نعرف بعض، وافتتح باب الطيارة وكنا نتشهد، وتعرفت عليه. كنا رايحين لنفس الجمعية بس لا نعرف بعض، ولمشروعين مختلفين، وأصبح هو يعني من حظي يعني مرشدي في العمل الإنساني، والآن أخطي كثير من الخطوات بعد الرجوع له. فهذه المدارس الفكرية التي نتعلم منها هي ليس فقط جواهر الأمانة، إنما هي تعطينا الستيك أو العصاية الحقيقية لتكبيلة الماراثون في مجال العمل الإنساني وتطويره. هم خلصوا الدور اللي عليهم، والآن هم في مرحلة الإرشاد، مرحلة اللي هو تعليمنا إحنا كجيل آخر، وإحنا نبدأ الآن. أنا بدأت أعلم الآن الجيل الآخر، لأن خلاص في قاعدة موجودة، لا نبدأ إحنا من الصفر. أيضا تعلمت من كثير من المدارس الفكرية، عبد اللطيف الحمد اللي هو رئيس الصندوق العربي للتنمية علمني موضوع التخصص، دائما يقول لي تخصصي، ركز تخصصي، المسمار إذا دق في مكان واحد طيب سيترك أثر حتى لو شلتي، لكن إذا دقيت مسمار خفيف في كل مكان تأثير بسيط ولكن ليس عميق. فالتخصص تعلمته من الله يطول بعمره عبد الرحمن عبد اللطيف الحمد. فكثير من الأشخاص اللي يشتغلون، وطبعا نقابل شخصيات كثيرة، يعني في اليمن تعلمت من سيدتين فاضلتان يعني الله يرحمهم توفاهم الرحمن، اللي دخلوا لغة بريل على اليمن، فاطمة العاقل الله يرحمها، زينب أختها الله يرحمهم جميعا. تعلمت أيضا من دور الأيتام الأخت الأم الفاضلة ماما رقية الحجري، التي قامت بعمل منهج. هذا المنهج عندما دخلت مشكلة لما صارت الحرب في سوريا، فريقها راح درب كثير من الأشخاص لفتح دور أيتام باتباع مناهجها، لأن فعلا هذه يعني خلينا نقول ثروات موجودة عندنا في الوطن العربي ضروري نستفيد منها. طيب نحن الآن تعدينا الوقت ونختم إن شاء الله. الله يجزيك الخير أستاذة معالي، جدا يعني أنا سعيد في حضورك وفي وقتك، والحمد لله أن نت في اليمن اليوم ما فشلنا، الحمد لله. نعم المحاضرة جدا جميلة، المحاضرة جدا قيمة، المحاضرة فيها كلمات جوهرية، ونحن بعد إذنك بالعادة نحن نسجلها ولكن لا نعممها إلا لنأخذ إذن من المحاضر، فلما نأخذ من حضرتك الإذن ممكن أنه تنزل الأسبوع الجاي على صفحتنا على يوتيوب، وكما ذكرتي حضرتك الكتب إن شاء الله تزودينا فيها ونحن نرسلها للأخوة والأخوات اللي شاركوا في المحاضرة.